الأستاذ الدكتور محمد وهدان أستاذ الإعلام في جامعة الأزهر وحلقة الثلاثاء اللي هو الدكتور وهدان. الحقيقة أنا شخصيا بتعلم منه كل أسبوع من الدكتور وهدان. الدكتور وهدان كان النهاردة عايز يكلمنا على مداخل الشيطان إلى الإنسان. وحقيقة الأمر أنا يعني عايز أقول للدكتور وهدان بعد اللي شفناه من الإخوان، يعني إذا كنت حضرتك عايز تقول لي مداخل الشيطان للإنسان بعد اللي شفناه من الإخوان، لا ده الشيطان كي جي وان، ده الشيطان يقعد يتفرج عليهم ويعظم ويضرب لهم تعظيم سلام على اللي بيعملوه. إن واحد يبقى عنده القدرة على الكذب وعلى النفاق وعلى الرياء وعلى إنه يبقى قاتل من رواه ويقنعك إن هو ولي من أولياء الله، إيه ده؟ بعد القتل اللي بيعملوه ده كله ويتكلم لسه إن هو بالدين ويرفع الدين. دول ما هو اللي بيحصل، هم داعش دول مين؟ ما هم دول طالعين من رحم الاخوان. هذا القتل باسم الدين، فكره اللي هم سموها ما تفهمش مسميات ايه، انما طلع ده لا، ده الشيطان. الشيطان ايه؟ ده الشيطان تلميذ يتعلم منهم. فانا مش عارف مداخل ايه يعني. انا في رايي، انا في مداخل دلوقتي اصبح النهارده مداخل الانسان للشيطان. ازاي الانسان يشيطن الشيطان ذات نفسه ويعلمه اللي ما تعلموش هو؟ مش عارف. مساء الخير يا دكتور الاول. مساء النور يا استاذنا، اهلا وسهلا بيك، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ووقانا الله واياك وكل الساده المشاهدين شر الشيطان وشرك الشيطان. وحياتك عارف ان الشيطان جيل احد الصالحين في المنام، فقال له يا ابليس انت عامل ايه مع الناس دلوقتي؟ قال له امس كنت اعلم الناس طرق الضلال، اليوم اصبحت انا اتعلم منهم طرق الضلال. بعض الناس دلوقتي بقوا مدربين ابلسه، مش ابلسه بس، بقوا مدربين ابلسه. ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني حضرتك متفق معايا في هذه؟ تمام دكتور. احنا عندنا مجموعه من الرسائل، فاحنا عايزين نعمل مدخل ونتكلم شويه وبعدين ناخد الرسائل ونتكلم. بس عايز اقرا لحضرتك الاول، بس فيه عايز اقول للاستاذ محمد المالكي اخونا اللي من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، عايز اقول له، وكان بيكلمني على حشخ بكره ان شاء الله هنتكلم في الموضوع ده، كان بيقول لي عايز النهارده اول رساله للاستاذ احمد شاخون كانت بيتكلم فيها في هذا الموضوع، يعني عشان تبقى مدخلنا في الكلام بس. لا. السلام عليكم يا استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك. انا عايز اقول كلمتين بخصوص موضوع الحلقه. ليس كل ما يرتكبه الانسان من شرور ومعاصي وذنوب مصدره شيطان فقط. نعم، ليس مصدره شيطان فقط. ففي قصه ابني ادم قابيل وهابيل لم يكن الشيطان حاضرا. قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل اخيه. فاول حادثة قتل في تاريخ البشر كان مصدرها النفس وليس الشيطان. أول الشر على الأرض كان من النفس وليس من الشيطان. فالشيطان حقيقة يعد مظلوما إذا ما قرناه بالنفوس الشريرة والمريضة التي تسعى فسادا في الأرض، أمثال الخوارج، كلاب النار، قتلت المسلمين ومن شابههم. فالظاهر أن الإنسان في نفسه بضع شيطان، أعننا الله وإياكم على مجاهدتها. فهذا عمل الصالحين، مجاهدة النفس وليس مجاهدة الأبرياء والمسلمين كما يفعل الخوارج، أحفاد ذو الخويصرة، أتباع الدجال، لعنة الله في كل مكان وزمان فلا خير فيهم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال موسى عليه السلام: يا رب العالمين علمني كلمات أذكرك بها. فقال له مولانا عز وجل: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا رب العالمين إن كل عبادك يقول لا إله إلا الله، وأنا أريد شيئا تخصني به وحدي يا رب العالمين. فقال له مولانا عز وجل: يا موسى، لو وضعت السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة أخرى لرجحت كفة لا إله إلا الله. وصلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والسراج المنير والنور الذي بعثه الله عز وجل للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إجابة على سؤال المشاهد الكريم أستاذ إبراهيم، أقول إن الشيطان هو عدونا الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى من طاعته ومن عبادته. فقال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال في آية أخرى: إنه عدو مضل مبين.
وقال في آية ثالثة إن الشيطان للإنسان عدو مبين. السؤال اللي بيسأله المشاهد الكريم، هل الشيطان يا أستاذ إبراهيم بيوسوس للإنسان؟ هل الشيطان بيوسوس للروح ولا للجسد؟ كل واحد فينا مكون يا جماعة من ثلاث حاجات، جسد وروح ونفس. وبرحتك الروح الشيطان اللي يوسوس له، لأن تعلق الروح بمين حضرتك؟ تعلق الروح بربنا. قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن هذا الشيطان هذا العدو المضل المبين يوسوس للنفس الإنسانية، وهو اللي بيوسوس للنفس. عشان كده ربنا قال لنا في قتل قابيل شقيق هابيل ولدي آدم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. يعني الشيطان مسك النفس ووسوس لها لدرجة، فالشيطان بيوسوس للنفس لكن لا علاقة له بالقلب، هو يوسوس في الصدر لكن لا علاقة له بالقلب ولا علاقة له بالروح. لأن ربنا بيقول عن القلب بالذات ما وسعت، في الحديث القدسي ما وسعتني سماوات ولا أرض ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. فالشيطان بيوسوس للنفس ويبعدها عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو بصينا هنلاقي نفوس الناس بتتنوع كده، في نفس أمارة بالسوء بيوسوس لها الشيطان، في نفس لوامة بيوسوس لها الشيطان، في نفس مطمئنة ما بيقدرش عليها الشيطان، في نفس راضية ما بيقدرش عليها الشيطان، في نفس مرضية درجة أعلى ما بيقدرش عليها الشيطان، في نفس ملهلة ملهمة دي بتأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى بقى، وفي نفس كاملة. ودي يا أستاذ إبراهيم نفوس الأنبياء والمرسلين. فالشيطان ليوسوس نفسه. وبعدين ناس كتير قوي تقول لك أصل الشيطان شاطر. أنا عايز أجاوب وأقول للناس كلها يا جماعة الشيطان مش شاطر ولا حاجة، إحنا اللي خايبين. بالله عليك يا أستاذ إبراهيم لو أقول لك إن في واحد قدام بيت حضرتك واقف لك ومعاه مسدس هتعمل إيه؟ أكيد هتدافع عن نفسك وهتاخد حذرك منه. ربنا قال لنا أهو عن الشيطان كشف عن كل طرقه وكل أساليبه لخداع الإنسان وإبعاده عن منهج الله. قال لي ربنا الشيطان إيه؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان حدد منهجه وحدد خططه، فعدوه واضح جدا. أنت تستطيع أن تنتصر، ربنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بينما قال عن كيد النساء إن كيدكن عظيم. فكيد الشيطان ضعيف وأنت تخلص منه بحاجة واحدة، زي ما سيدنا النبي علمنا وقال لنا عليكم بحاجتين، عايز تتخلص من غص الشيطان تعمل إيه؟ قدامك حاجتين اتنين ربنا قالهم في الرسول صلى الله عليه وسلم، قالهم في الحديث الصحيح عليكم بحاجتين اتنين، وهما يا رسول الله عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فإن الشيطان قد قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله. هو الشيطان بيخش الإنسان إزاي؟ قال لك الشيطان بيجي لك من ناحية الأمام. لو أنت رايح تصلي أو تصلح بين اتنين متخاصمين الشيطان تعمل خير يعني يقول لك ما ينوب المخلص إلا تطيع هدومه. يا عم أنت رايح فين؟ ويجي لك من ناحية الخلف. لو أنت رايح بقى تعمل جريمة قعدة نميمة أي حاجة تغضب ربنا يقول لك أسرع قبل أن يفوت الوقت. ويأتيك من جهة اليمين لو جالك واحد غلبان كده أو فقير وقال لك أعطيه مما أعطاك الله سبحانه وتعالى سد بيدك في رجلك ما تطلعش تقول خلاص. ويأتيك من جهة الشمال فإذا كنت تصلي لله سبحانه وتعالى جاءك الملعون الشيطان الرجيم وقال المشكلة في اللي هي كذا، مراتك اللي مغلباك تتعامل معاها إزاي؟ ابنك اللي جاب مجموع ضعيف في الثانوية تتعامل معاه إزاي؟ جارك اللي مضايقك تعمل معاه إزاي؟ مديرك تتصرف معاه إزاي؟ فتتوه في الصلاة ولا تدري كم صليت من الركعات. الجهات الأصلية يا أستاذ إبراهيم ستة مش أربعة. هو ليه الشيطان ما بيجيناش يا جماعة من الجهة الفوقية أو من الجهة التحتية؟ عارف ليه يا أستاذ إبراهيم؟ لا يستطيع الشيطان الرجيم أن يأتي لابن آدم من الجهة الفوقية، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى تتنزل من هذه الجهة، ولا يستطيع مخلوق في الأرض أو السماء أن يمنع رحمة الله عز وجل من النزول. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لا يستطيع الشيطان الرجيم أن يأتي لابن آدم من الجهة التحتية. عارف ليه يا أستاذ إبراهيم؟ لأن ابن آدم إذا سجد لله وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إذا سجد الإنسان لله سبحانه وتعالى إيه اللي يحصل؟ لطم الشيطان خده وقال يا ويلي يا مصيبتي، أمر ابن آدم بالسجود لله فسجد فدخل الجنة وأمرت بالسجود لآدم فدخلت النار. لذلك أنا بقول لكل السادة المشاهدين إن إبليس ربنا هيسمح له يوم القيامة يخطب خطبة عصماء
اخر خطبه للشيطان. هتبقى الخطبه دي يا استاذ ابراهيم مذاعه عبر اقمار الاتصالات الربانيه لكل الدنيا لكل من في الكون. ابليس هيقول ايه في الخطبه دي؟ هتبقى خطبه بس مباشر لكل من في الكون. هيقول فيها ابليس ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الامر، يوم القيامه بقى هيقول ايه الشيطان؟ ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، بيعترف انه كان عيل اهو، ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخية، اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. الشيطان ما بيضربش حد على ايده، ما بيقولكش لازم تعمل، هو مسك في ودنك الشمال ووسوس لك وانت بتسمع له او ما بتسمعلوش. احنا اللي خايبين، فمحدش يقول لي ابدا ان الشيطان شاطر، لكن احنا اللي خايبين وممكن نتغلب عليه كل يوم بلا اله الا الله ونستعين عليه بالله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فوضع على كل شيء قدير. عايز اقول بس سؤال كتير قوي بيسالوني عليه، هو مش ادم غلط يا استاذنا؟ نعم ادم غلط مش كده؟ ما وسوس الشيطان لما طلع خد الشجره اكله من الشجره، لما اكل من الشجره ومش ابليس غلط؟ عندما رفض السجود لادم مش كده؟ سؤال بقى، ليه ربنا غفر لادم وما غفرش لابليس؟ ليه؟ ده سؤال مهم جدا، كتير قوي بيسالوني في السؤال ده. هو ادم غلط بس غلط غصب عنه وما تعمدش الخطا، ولما ابليس دخل له الجنه ها قاسمهما اني لكما من النصحين، وادم كان عارف ان الجنه ما فيهاش كذب، ان الجنه دار الخلود ما فيهاش كذب، وان مش ممكن حد يخش الجنه ويكذب ابدا. وابليس حلف له بالله انه ينصحه وانه لازم ياكل من الشجره وانه لو كل منها مش هيحصل له مشكله، فاخطا ادم دون ان يقصد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، اللي هم بيرجعوا لربنا سبحانه وتعالى. لكن مشكله ابليس سيدي الفاضل انه رد الامر على الامر. يعني ايه؟ يعني رفض امر ربنا وقال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من ايه؟ من طين. فهو رد امر الله سبحانه وتعالى وجادل ربنا سبحانه وتعالى، مع ان ابليس مش زي ما الناس بتقول ان طاووس الملائكه ده غلط، ده كلام غلط. ابليس لم يكن من الملائكه طرفه عين، ابليس كان من الجن. واذ قلنا للملائكه تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. هو ده ابليس كان من الجن. طب لما هو كان من الجن ربنا امره بالسجود ليه؟ قال لك هو كان مع الملائكه ولم يكن منهم، كان معهم ولم يكن منهم. عندما يصدر الامر للاعلى، لما اللواء يصدر له امر، يبقى العقيد ينفذ ولا ما ينفذ؟ يبقى النقيب ينفذ ولا ما ينفذ؟ يبقى البيتشاويش ينفذ ولا ما ينفذ؟ يعني بالمساله بهذا الايه؟ بهذا المعنى. فصدر الامر الى الاعلى وهم الملائكه، خد بال حضرتك، فكان لابد ابليس معهم ان يسجد لادم، لكنه رفض امر الله سبحانه وتعالى، ولذلك غفر الله لادم ولم يغفر لابليس. لانه ادم اخطا واعترف وتاب. دك بقى ربنا قال لنا ايه؟ وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا امر الملائكه، ما قالش الملائكه والجن ولا ابليس، قال الملائكه وهو كان معاهم. كان معاهم. وباعتبار الملائكه الاعلى فهو خلاص هو كان فوق. الادنى هم سجدوا، ده انه واقف يعني. نعم نعم ده صحيح. طيب هنمشي في الرسائل ونكمل بعد اذنك يعني. تمام تمام اتفضل. في الاستاذ حسان ماريكا بيقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياتي لك ولضيفك الكريم. سؤالي لفضيله الشيخ محمد ودان في شهر في شهر رمضان المبارك تصفد الشياطين. تصفد الشياطين. تصفد بتمسكه خلاص. تمام. او بسلسله، ورغم ذلك فان كثير من المسلمين يفعلون المعاصي وما اكثرها في رمضان، حدث ولا حرج. فما تدخل الشيطان الرجيم في ذلك؟ شوف سيدي فاضل، رغم انه مصفد، فما الفائده من تصويده اذا كانت المعصيه تفعل؟ هذا سؤال مهم. قال صلى الله عليه وسلم: اذا جاء رمضان صفدت الشياطين، ونادى مناد بين السماء والارض: يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر اقصر. ده نص الحديث. عايزين نقف قدام تصفد الشياطين. يعني ايه تصفيد الشياطين؟ يعني لا ينفد سحر ساحر. والشياطين في رمضان اللي هم العتاة اللي هم العفاريت الجامدين بياخدوا اجازه عارضه في شهر رمضان. الشيطان بياخد اجازه عارضه غصبا عن بوزه. الافراج بيتم عنه والاجازه بتقطع في ليله العيد.
لكن طول رمضان لا ينفذ سحر ساحر. خدت بال حضرتك باذن الله سبحانه وتعالى. امال الناس بتتعصب ليه في رمضان؟ امال الناس بيتخانقوا ليه على الطريق وبيقتلوا وبيقتلوا في رمضان؟ قال لك اصل خد بالك اللي بيصفد هم المرضى من الجن، ولكن القرين لا يصفد. القرين ايه حكايه القرين؟ اللي هو العمال يكب في ودنك على طول، اللي هو عدوك اللي هو يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق. كل واحد فينا يا استاذنا معاه قرين كافر من الجن بيبعده عن منهج ربنا. السيدة عائشة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت له يا رسول الله أو مع كل واحد منا قرين من الجن؟ قال لها نعم. قالت له حتى أنت يا رسول الله؟ حتى حضرتك يعني حضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها حتى أنا، إلا أن الله عز وجل غلبني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. الله، قرين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. القرين ده يا أستاذ نزع هيجي يوم القيامة ويخصمك قدام ربنا سبحانه وتعالى. هيختصمك يخصمك، يعني في خصام بينك وبينه، يعني خصومة في المحكمة زي خصومة المحكمة جدا. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم قال قرينه ربنا ما أطغيته، هيقول أقول لربنا يوم القيامة ولكن كان في ضلال بعيد. يا رب أنا ما ضربتش حد على إيده، ده هو اللي ما صدق، أنا كنت وسوس له في ودنه الشمال بس، هو اللي كان خايب، هو اللي كان بيسمع كلامي، ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فتصفيد الشياطين ده تصفيد للمرضى، لكن القرين الشياطين اللي بره القرين لا يصفد. القرين ده ملازم ليك فترات طويلة جدا ما بسيبكش 24 ساعة. عمرنا ما سمعنا عن شيطان خد أجازة عرضة، عمرنا ما سمعنا عن شيطان قال لك انا هسيبك واروح اصيف، انا زهقت منك اروح اقعد شويه من الحر ده، اروح اقعد لي شويه في الساحل الشمالي ولا حاجه. يعني قريب من 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 من, من المهد الى اللحد زي ما بيقول. من المهد الى اللحد. والقرناء يا استاذ عشان الناس تعرف لا يموتون. القرين لا يموت. لانه من ذريه ابليس، وخد بالك وذريه ابليس من المنذرين، مش كده؟ الى يوم الوقت المعلوم. ربنا سبحانه وتعالى لما ابليس قال له انظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت الايه المعلوم. فعشان كده الشياطين عددهم كتير جدا وبيحاولوا يبعدونا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، وكل واحد فينا معاه قرين كافر من الجن. فالقرناء لا يصفدون، وهم دول اللي بيخلوا الناس تتوتر وتتعصب. يا عم تتوتر ايه؟ ده بيقتلوا، هو عاد في توتر. التوتر ده كان زمان يا دكتور وهدان، وتتعصب وتقتل. لا ده هم ما فيش توتر ولا تعصب، التوتر ده كان زمان، كان اخر حد، اخر لما اي حد بيجيب اخره يتعصب. ده دلوقتي ما بيتكلمش، يعني هو ما بيقولكش حاجه، تك بالبندقيه. ده دلوقتي تعال شوف الحوادث القتل اللي عملها الاخوان في رمضان. صحيح. تعال ارجع كده الجماعات التي رفعت شعار الدين، تعال في 21، احنا نسينا ال 21 في رفح وهم بيفطروا بيكسروا صيامهم. طبعا شفت الذبح اللي حصل في رمضان من صحيح. من صحيح. من ما يسمونه انفسهم داعش يفطرون الافطعام الافطار في رمضان ويتم قتلهم. يعني ده منتهى البشاعه، وابليس نفسه يستحي ان يفعل هذه الجريمه النكراء البشعه، لان القتل ده خد بالك يا استاذ ابراهيم، الادمي بنيان الرب ملعون من قتله، واللي بيقتل حد ده عقابه شديد، ده قتل للنفس الانسانيه كلها. نعم. طيب نقدر نقول دلوقتي خلاص يعني تصفيد الشياطين، التصفيد ده للمرضى اللي هم الشياطين الكبار بقى والرؤساء القبائل والبتاع والكلام ده كله، انما القرين خدت بالك ده لا يصفد وشغال، وهو اذا كنت اتعملت صليت النار وعمال يوزك على الشر. هو رايح القرين ده، بس الناس تعرف رايح النار، رايح النار لمزروت ابليس، بس هو عايز ياخدنا معاه، ياخد مع حد يعني، عايز ياخد مع زعلان ان هو هيروح جهنم. طيب عايز ياخدك معاه. طيب اتفقنا حضرتك قلت في البدايه عشان رساله الاستاذ احمد شيخون لما كان بيتكلم بيقول نفس، يعني ربنا قال يعني ان نفسه سولت قالت له طوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. نعم. انما النفس ما بتتحركش لوحدها، الذي يحرك النفس اللي هو الشيطان، هو هذا الشيطان، الشيطان اللي بيحرك النفس. والشيطان ده قد يكون واحد من بره، انما غالبا هو القرين. الشيطان ما هو القريب بتاع الانسان، يعني هو قريب الانسان، يعني مش ما ممكن حد يكون بقى خد بالك يا استاذنا من عتات الاجرام يبقى معاه. لازم تفرق بين حاجتين مهمين قوي. في حاجه اسمها القريب من الجن، وفي حاجه اسمها القريب من الانس. في شياطين من الجن وفي شياطين من الانس، وشيطان الانس اصعب بكتير جدا من شيطان الجن. شيطان الجن لو قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيمشي، لكن شيطان الانس لو قلت عليه 100 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو لا يمشي. تقصد شيطان الانس اللي هو قرين؟ لا، الانسان العادي، صاحبك، صديقك. ايوه اللي هم زي الاخوان يعني كده. زي اي حد. ايوه بس عشان خاطر زي حد. طيب. عشان كده ربنا فانا سلاحي لا اله الا الله مع القرين بتاعي.
ايوه، وربما الشيطان ماري يعني واحد عابر سبيل، افرض الشيطان بيتمشى يعني وعايز يعمل حاجه. بص، يبقى لابد ان احنا نحافظ على نفسنا بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. نستعين بالله على كل الشياطين. نعم. نعم. ما اخرجش من بيتي يا استاذنا الا اذا ذكرت الله سبحانه وتعالى، الا اذا مسكت المصحف وقريت لي فيه جزء او جزئين او صفحه او صفحتين. ما اخرجش من بيتي الا انا ومحصن نفسي بلا اله الا الله. لو انا خرجت البلكونه في شهر طوبه اكون هاخد نزله برد، لكن انا لو خرجت من بيتي من غير ما اتحصن هبقى عرضه لكل الشياطين ولكل الاذى. والقرين نفسه خد بالك في حاجه اسمها يا استاذنا، عايز اعرفها لسائر المشاهدين، اسمها النظره من اعين الجن، من اعين القرين. ممكن قرينك ينظرك، يعني ايه النظره؟ يحسدك. من يحسدك من عين القرين. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته فتاه سعفاء الخدين في وجهها صفرة، وشها في شوية ايه؟ سعفاء صفار. سعفاء الخدين يعني خدودها باينة، خدودها باينة يعني سمرة. سمرة سمرة ده معناها كده. معناها ان كانوا زمان بيلبسوا النقاب يعني، ده معناها الروا عايز يقول لك كده. سعفاء الخدين في وجهها صفرة، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت لابسة الحجاب. خلي بالك، وده معناها ان الحد الأدنى المقبول للمرأة هو الحجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآها استرقوا لها فإن بها نظرة من أعين الجن. استرقوا لها فإن بها نظرة من عين القرين. يعني نرقيها يعني. أرقيها. ليه بقى؟ ما هو الشيطان ساعات يحسدك، ممكن قرينك ده يحسدك أو ينظرك بمعنى آخر يعني. وده اللي بتاع اللي بقى ما يحسدش المال لأصحابه. إلا تصور إن هو اللي حسد نفسه. أيوه هو صور هو حسد. إنما هو القرين بتاعه اللي لابه. القرين بتاعه اللي لابه. نتيجة لإيه بقى؟ طب نعمل في 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 أهله إيه بقى القرين ده بقى؟ يعني هديله انا في الفلوس باريزه يعني مثلا؟ لا مش هديله باريزه، ما عاد ما لهاش قيمه دلوقتي. أيوة. يعني اي حاجه باريزه دي بقى بتتقال على 10,000 جنيه مثلا يعني. لا هو انت تستطيع ان تنتصر على هذا العدو المضل المبين زي ما قلت قبل كده بلا اله الا الله. يقول عليه الصلاه والسلام عليكم بحاجتين اثنين، عليكم بلا اله الا الله والاستغفار. وبعدين تستغفر وتقول لا اله الا الله، فان الشيطان قد قال اهلكت بني ادم بالذنوب واهلكوني بلا اله الا الله، فلنهلك هذا العدو المضل المبين يا استاذنا بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. وبسيد الاستغفار بقى اللي هو ايه؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت يا رب العالمين. والله اعلم. وسيد الاستغفار لا اله الا الله. نعم. خلاص. الأستاذ محمد طاهر بيقول السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لك والضيف الكريم. سؤالي لفضيلة الشيخ ودان، نحن نعرف بأن الإنسان يتأثر بمؤثرات عديدة منها الشيطان تمام والنفس تمام، فكيف أميز بين وسواس الشيطان ومتحدثي به نفسي في حالة النفس الأمارة بالسوء طبعا؟ نعم. وما السبيل إلى الوقاية من كلا الأمرين وجزاكم الله خيرا؟ شوف حياتك يا أستاذ إبراهيم، هذا سؤال مهم. هو أنا سبق وقلت أن هناك حديث النفس، عشان كده الإمام الشافعي رحمه الله قال وخالف النفس والشيطان وعصهما. خالف النفس والشيطان وعصهما. نفس الواحد تتمنى حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى، والشيطان يساعدك على هذا عندما يسوس لهذه الإيه؟ النفس الإنسانية أنها تغضب ربنا سبحانه وتعالى أو تفعل شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فإن احنا واجبنا إذا أردنا إن احنا نمنع وسوسة الشيطان للنفس إن احنا دائما وأبدا، واحد نحافظ على الصلاة في وقتها، نمرة اتنين ما ننامش مغلولين وزعلانين، لأن الواحد لما ينام مغلول وزعلان ومش راضي الشيطان حينام جنبه، فحيقوم النوم جسمه مكسر، جسمه مدشدش لأنه بعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى. أنا المفروض أما أحط دماغي على المخدة أقول له يا رب اللهم إنني فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك فتولى أنت أمري يا رب العالمين، اللهم دبر لي أمري، فأنا لا أحسن تدبير الأمور يا رب العالمين. ولازم أعرف يا أستاذ إبراهيم خد بال حياتك إن كل الأمور بالمقادير في هذه الدنيا، وأنا لازم أكون مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العارفون بالله إن إبليس عليه لعنة الله عصى الأمر لكنه في الوقت نفسه أطاع المشيئة. فاهم يعني الجملة الجميلة دي؟ عصى الأمر وأطاع المشيئة. عصى الأمر إنه رفض إن صيع لأمر الله. أطاع المشيئة، شاء الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق إبليس بملايين الأعوام أن يكون إبليس هكذا.
ان شاء الله انا حضرتك هتبقى كده، هتيجي النهارده. علم الله بعلمه القديم اللامتناهي ان الليله دي انا حاجة اقعد مع حضرتك في يوم الثلاث، ليله الاربعاء انا اقعد انا وانت في هذا البرنامج، بعد كده هروح على بيتنا، هروح حضرتك هتروح على بيتكم هتروح. كتب الله ذلك بعلمه القديم، واحنا هنعمل ده بارادتنا، ان ده هيصلي بارادته، وان ده مش ضلال هيقعد على خماره بعيده عن منهج الله بارادته هو. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبنا عندما نقف امامه سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. طيب يبقى في السؤال هنا بس اللي اتقال ده بتاع الاستاذ محمد طاهر، هو بيقول ازاي اميز بين وسوسه الشيطان، ما اصل هي الشعره بين الوسوسه الشيطان نعم. والنفس الاماره بالسوء. والنفس الاماره بالسوء نعم. يعني حماس بينهم اثنين، انا في رايي ان هي حاله في تماس الاثنين واحد. انا مجرد ان انا بحس ان في حاجه بتوزيني على الشر انا خلاص. الاثنين وجهه لعمله واحده. شوف يقول علماءنا الصبر عشان احسب له المساله. لمه الملاك اعاز بخير. نعم. لم قال صلى الله عليه وسلم لمه الملاك اعاز بخير. لمه الملاك. يعني لما بينم. او حكم الحديث بس. ولمه الشيطان إعاز بشر، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه لمه ملاك؟ يعني لما حد بيقول لك قوم صالح مراتك ما تسيبهاش تنام زعلانه، يبقى ده ايه؟ إعاز بالخير ولا بالشر؟ إعاز بالخير ولا بالشر؟ خير خير، يبقى ده ملاك. لما تلاقي حد يقول لك ده الفيلم جميل ورائع، مش مهم تصلي ده صلي ايه؟ صلي مع الفجر. خلي بالك حضرتك، يبقى ده عازم بايه؟ بشر. لما حد يقول لك انت تعبان وفادع الفجر نص ساعه نام بس وانا هصحيك. يبقى ده ايه؟ شيطان. يبقى ده اعاز بشر. يبقى لمه الملاك اعاز بخير، كل حاجه بتيجي تقول لك اعمل خير يبقى ده خير، يبقى ده ملاك. تعرف ده انت تعرف ده من ربنا سبحانه وتعالى. وكل حاجه في ودنك الشمال، وذلك يعني يسمون العلماء يسمون كل ما يرد في الاذن اليمنى يسمى خاطر وهو من الملائكه، وكل ما ياتي من الاذن اليسرى يسمى هاجس وهو من الشيطان. طب انا بني ادم يا مولانا، اعرف ازاي الفرق بين الهواجس والخواطر؟ من فضلك عرفني ايه الفرق بين الهواجس والخواطر. الهاجس يعني حاجه تامرك بشر في ودنك الايه؟ الشمال. الخاطر في ودنك اليمين. الملائكة بيكلموك، معاك حفظة، معاك قوات كوماندوز ربانية، خد بالك، معاك حراسة أمنية مشددة من الملائكة، وبيقولوا لك في ودنك وصوتهم عالي بس أنت ما بتسمعش، سامع صوت الشيطان، صوت الشيطان أعلى، فأنت بتسمعه وبتأتمر بأوامره. ازاي فلان يكلمك بالشكل ده؟ قوم رد عليه، اشتمه في الموبايل، قوم اعمل كذا وقوم اعمل كذا. فطول ما انت مع ربنا وبتقول لا اله الا الله، هيبقى صوت الملائكه معاك، الملائكه هتحفظك باذن الله. بس في ناس كتير قوي بتطفش الحفظه بتوعها لانها على طول متنرفزه، معاصي. على طول عصبيه، وبتخلي الشياطين قاعده معاها. نعم. والله اعلم. فايحه كاشف بتقول ما هو، لا ده في قبل كده. نعم اتفضل يا استاذ. بتقول ما هو حكم الشرع في شراء سياره بالتقسيط من بنك؟ والله انا يعني سبق ان تحدثت في هذا الموضوع. انت عندما تشتري تحتاج لسياره، ما عندكش عربيه وظروفك صعبه جدا والدنيا زحمه والحر والمواصلات وبتاع، السياره الان اصبحت ضروره، متى الضرورة بالنسبة لمعظم الناس أو لكثير من الناس؟ ففي هذه الحالة أنت تختلط، أنت مضطر. هو إيه الموضوع؟ لا أنا إيه الموضوع؟ يعني أكيد كتاب قديم سايب لنا قنبلة من اللي إحنا بنقول تحديث الدين بقى. يقول لك أصل ما تقسطش، أصل مش عارف إيه. هو في حد النهاردة يقدر 80% 99% من ظروفهم ما تقدرش يشتري أي حاجة وكل حاجة بقى ضرورية؟ شوف دلوقتي يا أستاذنا، عايز أقول لك حاجة. في حاجة اسمها عقود التمويل. اللي العلاقه بين البنك الان وبين حضرتك وبيني انا كمستهلك او كبتعامل معاه اسمها عقد تمويل، ما بقاش لها علاقه بالربا على الاطلاق خالص. الربا خلاص، كل قرض هو ربا. والربا حرام، لكن ما هو الربا؟ قول لي بتعامل مع البنك ازاي. اقول لك انا دلوقتي البنك بيقول لي يا محمد وهدان من فضل حضرتك، انا بقول له من فضلك يا بنك خدي فلوس بتاعت محمد وهدان دي من فضلك، ها، واستثمرها لي. البنك قال لي انا عملت دراسات جدوى وتبين ان انا ممكن اكسب من 6.5 لـ 7.5، انا هديك 6.5 وهاخد انا 7.5، انت وافقت وانا وافقت، بقت معامله صح ما فيهاش اي حاجه، بقى عقد تمويل. طيب وبالتالي تنتهي المساله عند هذا الحد. طيب نعم. بص يا دكتور، ما انا ممكن يبقى معايا قرشين، طلعت معاش معايا قرشين تمام، وما اعرفش اعملهم بيهم ايه. تمام. ولو سبتهم جنبي هصرفهم هيخلصوا. ولو اديتهم لواحد زي حالاتي ممكن اضحك عليهم وما ارجعهم لكش تاني. ما انت واخد قبل كده مني. تمام. فهي الحكايه. طب انا هعمل ايه؟
فانا هروح يضحكوا عليا بتوع الناس اللي بياخد الفلوس يقول لك انا هعمل لك مش عارف ايه. فانا لما بروح البنك هو بياخد الفلوس دي كده وبيقول لي انا دراساتي بتقول هعمل ده، فبقى في اتفاق تمام، انا بقى في اتفاق ما بيننا وبين بعض، هو شغل الفلوس وشيء طبيعي عشان يشغلها لي هيكسب اكتر مني تمام، وحدي وبعدين احنا رضينا خلاص، لان المبلغ اللي هيدوني هيعني. لو انا المبلغ ده البنك ما خدوش وعمله بالكلام ده كله، طب انا رحت في كازوزة. انا عايز اقول للذين الربا، اصل ربنا سبحانه وتعالى ربا، ان انا تيجي انت معذور في قرشين انا اقول لك هديك ال 100 جنيه بس هاخدهم 150، هنا ده كفر بقى حرام، بس عشان خاطر يا سيدي صاحب الرساله يعني انا بتكلم بتاع ده يعني قول اشتري عربيه تقسيط. طب ومين يقدر يشتري عربيه بالبتاع؟ اشتري. ومين يقدر يركب في عربيه يطلع في اتوبيس النهارده؟ انا حبيت بس ابرر ليه ان السياره هو محتاج اليها، وان السياره بقت ضروره بالنسبه للناس. ما هو اي حاجه الانسان بيشتريها، ما هو طبعا افرض ان عايز اشتري اي حاجه يا اخي، ما انا من حق طالما ان انا بعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لي عليه. صحيح. وبطلع اللي عليا خير وبطلع اكتر واكتر. نفسي في حاجه هشتريها، بيت هشتريه في اي شيء، ما انا ممكن اشتري بيت كاستثمار تمام، كاشتري ما هي التجاره والكلام ده كله. افرض بقى انا اشتريته ايه الجريمه ان انا اشتريته بتقسيط؟ ما حدش قال لك اشتري بتقسيط، ده حرج في هذه المساله، مش في حرج على الاطلاق. الاستاذ جميل موسى بيقول دخلت المسجد فوجدت الامام راكع فكبرت تكبيره الاحرام فور دخولي حتى ادرك الركعه ثم عدلت مكاني في الصف، فهل يجوز ام لا؟ يعني بعد ما عمل كده رجع لورا وطلع لقدام. شوف استاذنا، ربنا سبحانه وتعالى رب قلوب، رب قلوب، ربنا سبحانه وتعالى يطلب منا اذا ذهبنا الى الصلاه يا استاذنا، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذهبوا الى الصلاه وعليكم السكينه يا استاذ ابراهيم، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتم. ده كلام واضح جدا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فانا رايح الجامع ما اجريش وما استعجلش وما اقعدش اجري واتخطى واربي الحذاء هنا واخش، لا، وعليكم السكينه، اللي ادركته اصليه واللي ما لحقتوش اعمل ايه؟ اصلي لله سبحانه وتعالى. اذا لحقت انا الجماعه هيخسروا الجماعه الركوع خلي بال حياتك ركوع يبقى ادركت الركعه. طب والفتحه اللي قراها اللي ما لقيتهاش؟ قال لك قراءه الامام هي قراءه لك تغني. يعني ما ادركتم فصلوا وما فاتكم لا فأتين. هو بيقول ان هو يعني الله اكبر وبعدين ليه نفسه بيعدل نفسه، يعني مشكله ما في ربنا رحمته واسعه. ما هو امر احد الصالحين جاله واحد وقال له يا مولانا من فضل حضرتك شوف لي مكان طاهر اصلي فيه، فقال له يا اخي التمس انت قلبا طاهرا وصلي حيث شئت. الله بلك يعني انت طهر نيتك قلبك نيتك وصلي بس. خلت بال حياتك ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعه. سيدنا موسى عليه السلام خد بال حضرتك، سيدنا موسى لقى واحد بيرعى غنم، ابل راعي، فعمال رافع ايده ربنا بيقول له يا رب لو غنمك هنا انا كنت اكلتهم اكل معايا وشربتهم شرب وعملت واهتميت بيهم قوي يا رب، عملت اكبر واجب عملت عامل واجب. الله يفتح عليك. فسيدنا موسى زعل منه قوي، قال له يا رجل توقف عن هذا الكلام، هو ربنا له غنم؟ ازاي تقول على ربنا ان هو له غنم؟ كيف تتحدث عن الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل؟ تصور ايه اللي حصل؟ تعلن حاله الطوارئ في السماء بنسبه 100% لهذا الراعي، وينزل جبريل عليه السلام من العرش الى الفرش الى فرش موسى، وربنا يقول له يا موسى دعه، ربنا بيقول له كده، بيقول له يا موسى دع هذا العبد يقول ما يشاء فإني أعامل الناس على قدر أفهامهم. هو بيعبر عن محبته لربنا بس بيعبر على حبه لله سبحانه وتعالى. يعني اتصلت بيه مرة سيدة من مصر الجديدة وقالت لي جملة غريبة قوي، قالت لي يا مولانا أنا ربنا كرمني قوي وعمل لي خير كتير قوي، أنا نفسي أقول لربنا ميرسي مش عارف أقول له ميرسي إزاي. نص عبرت عليا، قلت لها أقول له ميرسي بأي لغة بأي شكل بأي طريقة، ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. فأنت باش تصلي وربنا هيقبلك ان شاء الله، وبلاش كده نتشدد. يعني في ناس كتير قوي بتحبكها قوي في الصلاه، والرسول قال صحيح صلوا كما رايتموني اصلي، لكن ربنا عايز قلوب بس تخشع لله، والله لا يريد اجساما متراصه في الصلاه. نعم. المهندس محمد الضوي بيقول السلام عليكم، ارجو منكم الافاده. من حضرتك طبعا مش مني انا. اتفضل. انا اعمل مهندس كهرباء. هو بيشتغل مهندس كهرباء. وفي مخزن عرض عليه انه يوصل الكهرباء ليه، المخزن ده بتاع خمور. هل حرام نعمل ده؟
يوصل ايه؟ جاله شغل مخزن، حد بيعمل مخزن او بيعمل مخزن، فعشان يوصل له ثقه كهرباء بينور وبيطفي وبيعمل، فهو ليه ينفذ المساله ليه المخزن ده بتاع خمور اشتغلها ولا ما اشتغلهاش؟ شوف حضرتك، انا عايز حضرتك لو فرضنا مثلا ان امراه تعمل في حاجه حرام، واحده ست بتعمل ايه؟ بتشتغل في مجال، في اي مجال بعيد عن منهج الله، فلوسها فيها شبهه حرام ماشي، وراحت استدعت النجار قالت لي يا عم عبده نجار تعالى صلح لي الباب ده، وعارف ان فلوسها اللي بتجيبها جابها من طرق حرام. قعد عم عبده ساعتين يا استاذ ابراهيم ماسك الخشب والقدوم والمنشار وعمال يدق، وظف الباب وعرق وحالته صعبه في الحر ده وطلعت عين. جت الست دي اللي دخلها حرام ادت لعم عبده 200 جنيه او 300 جنيه نظير ان هو ايه؟ عمل لها الباب. هل الفلوس بالنسبه لعم عبده حلال ولا حرام؟ اسالك سؤال اهو، فلوس حلال ولا حرام؟ فلوس بالنسبه له ايه؟ حلال. حلال ليه؟ لان هو عمل ايه؟ اشتغل. اشتغل وايه؟ وعرق. الحرام بالنسبه لها هي، هي جابتها منين دي؟ ربنا هيسالها عليه، مش شغلنا، مالناش دعوه احنا. لكن هو تعب وبذل جهدا في هذه المساله، وبالتالي فان هو حلال. طبعا الحرام مبين والحلال مبين، وبينهما امور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هو بيوصل الكهرباء لهذا المكان، ده شغله، هو شغلته انه يوصل الكهرباء هنا وهنا. هم اهله بقى اللي بيبيعوا خمور دول حسابهم على الله، دول هيقفوا هيتحاسبوا. ولعن الله في الخمر عشر حاملها والمحموله اليه، والشارع اللي في الخمر، حاجات كتير قوي نتكلم فيها بعدين. عايز اقول له برضه الباشمهندس ضوي، لو كل واحد قال لك ان انا مش هشتغل دي لو عشان ده بتاع حرام، ده مفيش حد هيشتغل. يعني انا في رايي كده مفيش حد هيشتغل، يعني المساله هتبقى صعبه. الاستاذ خالد عبد الفتاح بيقول: هل يجوز للزوره ان تخبر زوجها انها في اجازه ولما تنتهي منها سوف ترجع للبيت رغم طلبه منها ان ترجع للبيت بعد ده، وبعد ذلك تغلق التليفون في وجهه؟ هل يجوز العشره معها ثانيه؟ ارجو الرد. شوف يا استاذنا، انا عايز اقول حاجه مهمه جدا في المساله دي استاذ ابراهيم، شان الزواج الغضب والصلح بين الناس. يعني واجب الزوجه انها لازم تعرف حقها وتعرف واجبها، وواجب الزوج ان يعرف حقه ويعرف واجبه. طب ايه حق الست؟ المفروض انها يعني مطيعه لزوجها. وسيدنا النبي بيقول: خير النساء، من هي خير النساء؟ اللي بتصلي طول الليل، اللي بتطلع صدقه، اللي ماسكه السبحه طول النهار، اللي طول النهار جوزها قاعد في البيت، النهارده قاعده بتسبح وبتستغفر وجوزها ياكل دليفري. لا، خير النساء من اذا نظرت اليها سرتك، واذا امرتها اطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي عرضها. دي الست الكويسة اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين واجب الزوج إن هو يتعامل مع زوجته بالذي يرضي الله سبحانه وتعالى. جاءت السيدة أسماء بنت السكن الأنصارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت له: يا رسول الله، إن الرجال يخرجون للجهاد معك في سبيل الله فيعودون إما بالنصر وإما بالشهادة، وإن النساء لا يخرجن للجهاد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم معلما وناصحا: يا أسماء، أخبري النساء من بعدك. شوف كلام سيدنا النبي الجميل يا أستاذ إبراهيم. أخبري النساء من بعدك أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، وقليل منكن من تفعل ذلك. أخبري النساء من بعدك أن حسن التبعل، مصطلح جميل قوي. يعني ايه حسن التبعل؟ يعني حسن خدمه الزوج. انا مش متخيل زوجه خدت اجازه من البيت من جوزها وراح، معلش يمكن تكون متضايقه، تكون متعصبه، تكون متنرفزه شويه، تقعد لها يوم يومين عند اهلها وترجع تاني. لكن يقول لها تعالي تقفل الموبايل في وشه، لا، هذا حرام ولا يجوز. وانا بقول لك اصبر عليها وتحملها. واذا كان عندك امل لاصلاح مراتك يا سيدي بنسبه نص في المية، بلاش نص في المية، 8%، لو عندك امل لاصلاح مراتك بنسبه 8% اجري وراه، لان خراب البيوت مساله صعبه جدا جدا جدا. هو المهم ان يكون التصرفات ديت نوع من الغضب، وليس ان ده سلوك متعمد. يعني يعني هو نوع من الغضب، ممكن يكون في مشكله وهي غضبانه. يعني احنا لان دي وجهه النظر، احنا سمعنا يعني، او انت حضرتك سمعت وجهه نظر واحده. دايما عشان تحكم الحكم العادل انك تسمع وجهه النظر الثانيه في كل الاحوال. انك انت يعني المساله حاول ويعني حاول معاها، ولازم نسمع وجهه نظرها هي كمان. الشافعي قال لنا: اذا جاءك احد الناس مفقوع العين فلا تحكم له، استنى على الطرف الثاني وربما كان مفقوع العينين. انت حاول كده ترد مراتك. وانت عارف الست اي واحد يا جماعه استاذ ابراهيم عايز ينجح في تعامله مع مراته مع زوجته، ها، يشتغل على ودانها لمده نص ساعه كل يوم بس. طيب الاستاذ ايمان الحسيني بتقول: هل يجوز التصدق على الميت بطعام مسكين؟
يجوز التصدق على اليهود، ما فيش اي مشكله. طيب. بالعكس، ده الصدقه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح. يعني هي اطعام المسكين ممكن تبقى صدقه على واحد مات؟ طبعا طبعا، حلو، شيء عظيم جدا، بتنور له قبره وتغفر له ذنوب. تمام. وتعطيه حسنات باذن الله سبحانه وتعالى. في رساله بتقول لو سمحت، بتسالني بتقول في شخص اعرفه ولد نظاره في تاكسي واخدها، هل كده حرام ولا لا؟ واذا كان حرام يعمل ايه؟ شوف اللقطه، انا لقيت حاجه اعمل فيها ايه؟ ما اصل لقيت حاجه في الشارع حاجه. ما انا بقول لحد، ما انا لقيتها في تاكسي، يعني في تاكسي عشان لا في تاكسي انا كان المفروض اديها للسواق. خلاص لقيتها في تاكسي، يبقى اديها للسواق التاكسي. مش كده يعني؟ وممكن الراجل ده ياخدها ويحطها في اي امان، هو حر بقى يعني. لكن لقيتها انا في الشارع، يبقى في هذه الحاله في الشارع بتاعي اللي انا قاعد فيه، او في على سيدي بالعباره في اي حته بقى، يبقى انا اخدها عين عندي واسال: يا جماعه انا عندي كذا، اللي يقول مواصفاتها حديها له فتره من الفترات. خلاص. طب يبقى الراجل ده يعمل ايه دلوقتي بقى؟ مفيش بعد كده. مفيش، لم اجد هذه خلاص، يبقى انا في هذه الحاله ممكن ابيعها واتصدق بثمنها لحد فقير. طيب. او اخد النضاره دي واوديها لحد محتاج لها. طب دلوقتي بقى، دلوقتي هو خدت بتاعه والتاكسي راح عشان خاطر ممكن صاحب الراجل اللي هو النضاره ده ممكن شمع النمر، يقيم هذه النضاره يشوفها بكام. يسال بكام؟ 300 400 100 جنيه. وطلع الفلوس دي للغلابه عشان نحل صاحبها. عشان نحل المشكله بنيه صاحبها. ونحل المشكله، ربنا رحمته واسعه. استاذه داليا بتقول، احمد بتقول لو سمحت عندي سؤال عن القرض. انا قاعده في شقه في الدور الخامس ما فيهاش اسانسير، وانا ولوزي وعيالي بنتعب بالسلم، واهلنا كبار السن بيتعبوا برضه، وفي شقه معروضه علينا فيها اسانسير، فكنا عايزين ناخدها، وشقتنا عارضينها للبيع ومحدش قال، ومش عايزين الشقه الثانيه تروح علينا، وعايز قرض بالبنك. انا مش قادر افهم مين اللي قال ان القرض غلط. تاخد قرض يا مدلل، ما حدش قال حاجه يا استاذ ابراهيم، تاخد قرض. مش ما هو ده الرئيس السيسي اللي حق في تحديث الخطاب الديني ده. انا هجي لي هسس يعني يا ستي، روح ده من غيرنا. خلينا نحتكم بالحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ما احنا ما قلناش حاجه، هي الدور الخامس بقى عندها مشكله دلوقتي، من حقها تاخد. ولو في الدور الارضي وهجيب عشان العيال هيكبروا وفيها اوضه زياده، انا عايز اعرف مين اللي قال القرض. مفيش اي مشكله في هذه المساله يا استاذ ابراهيم، مفيش اي مشكله. يعني طيب، يعني انا مش عارف. طب ممكن تروح، ما هو في، هل اتقال بقى القرض مثلا من بنك فيصل الاسلامي مثلا؟ يعني كان بتاع معاملات من اي بنك؟ من اي بنك؟ أي بنك ما هو مش حركه في هذه المساله، دي عقود تمويل يا مولانا، ما لهاش علاقه بالربا. طيب، ما المستثمر العربي الاموال ده اسمه ما اعرفش مين، انا راجل المتزوج من 6 سنوات، ما حكم من رمي الطلاق على زوجته مرتين متفرقتين في خلال 4 سنوات، وفي التالتة في السنة الخامسة قال لو ما كنتيش هتبقي كويسة معايا ما تبقيش على ذمتي تانية، على ذمتي ثانية واحدة، وكان في نيته الطلاق عند قول هذه العبارة، وبعديها مرة تبقى مش كويسة ومرة تبقى كويسة، وهو حيران مش عارف يعمل ايه، هل وقعت الطلقة التالتة ولا لا؟ أرجو الرد فورا. شوف أنا والنبي عندي حاجة مزنوق فيها بس. فضل. من الذي يحكم إنها كويسة ومش كويسة؟ يعني هو بقت حاجة هو في ضميره هو. طبعًا. لا لو ما بقتيش كويسة أنت طالق، هتبقي طالق. طب ما إيه؟ هو الذي يفسر هذه المسألة، هو الذي يفسر هي كويسة إزاي ومش كويسة إزاي. إحنا ما كناش عنده نعلم نيته وهو عمال بيحلف بالطلاق. لكن على كل حال يا أستاذ إبراهيم، أنا بقول لكل السادة المشاهدين لا ينبغي أن نحلف بالطلاق على الإطلاق. أنا أعرف ناس كتير قوي اللي حصل دلوقتي الراجل إيه عشان الوقت. ما أنا قلت لحياتك، ما أنا قلت لحياتك. هو الفي هو الذي يحكم على نفسه. هل هو كان قصده طلاقها فعلا ولا مش قصده طلاقها فعلا؟ أنا أرى إن ده هو بيقول أنا كان قصدي لما وفي الثالثة وفي السادة وفي السنة الخامسة قلت لو ما كنتيش تبقي كويسة معايا ما تبقيش على ذمتي ثانية واحدة. وكان في نيته الطلاق عند قول هذه العبارة. طيب. ما هو أنا ساعة العبارة دي قالها وهو غضبان. على كل حال يا أستاذ إبراهيم، هي الزوجة ممكن تبقى كويسة في 5 دقايق وتبقى مش كويسة في أي بني آدم في الدنيا. مش أي بني آدم في الدنيا. وبالتالي فإن هذا ليس يمينا على الإطلاق ولا يقع يمين طرف. طيب، احنا عندنا دلوقتي 3 رسائل عايزين ناخدهم عشان الوقت خلص. اتفضل. منى عسني يا بنت بقى بلطين بلا بتاع. منى علي بتقول السلام عليكم ورزاكم الله خيرا ان ترضى علي. انا مطلقه من 20 سنة. نعم. وكنت اعيش مع والدي وقد توفيت منذ 4 سنوات، واخواتي يريدنا بيع البيت الذي هو عباره عن شقه التي اعيش فيها ومحلين ايجار، ولما فكروا اني اذهب واعيش. فما راي الدين؟ عايز ايه يعني؟ عايزين يبيعوا البيت ولا ايه؟ البيت ابا عشان الورث بقى والكلام ده، راي الدين ايه في الموضوع؟ ايه، ما انا مش فاهم. عايز اسال ايه؟ هي كانت مطلقة من 20 سنة، قعدت مع والدتها في الشقة. والدتها توفت، اخواتها عايزين يبيعوا الشقة اللي ساكنة فيها، وهي ما عندهاش حد تروح فيه. شوف حياتك في هذه المسألة، ربنا قال أي حد إذا مات الإنسان توزع تركاته، يلزم في الميت أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ثم بعد ذلك توزيع تركاته. لو الميت ترك فرد شراب
توزع على الورثه، لكن هم بقى كبني ادمين وكاخوه مع بعض وصله رحم مع بعض المفروض يشوفوا مكان لاختهم او يشوفوا شقه على ده تعيش فيها او يتركوا لها هذه الشقه اللي تعيش فيها او لغايه لما تظبط امورها ان شاء الله. ناهد الاستاذ ناهد عبدالله بتقول صلاه الاستسقاء اليست سنه عن المصطفى؟ نعم هي سنه. نروا صلاتها الله يخفف عننا ان شاء الله نطلب من الله ذلك. الناس تصلي عندما يكون هناك مطر، الناس تصلي لله سبحانه وتعالى صلاه الاستسقاء. لا الاستاذه نشوى عوله بتقول ممكن اسال تربيه حيوانات الهامستر في البيت حلال؟ الهامستر ايه؟ الهامستر ده الفار، شكل الفار حاجه كئيبه وغبيه الحكم على الشيء ما اعرفش في البيت حلال ولا حرام، مع العلم انه فار ابيض صغير وقال انه نوع من الخنازير. لا اذا كان خنزير يبقى لا يجوز. لا هو مش خنزير ده بتاعك كده اهو، يعني الحاجه اللي مالهاش لازمه دي على ربنا نثبت بها هي والصبره. انا مش قادر افهم، عايز اقول لنشوى انت بعمرت ايه يعني؟ خلاص ده انا بنتي لبيته قلت لها لا هو ولا انت هتقعدوا في البيت يعني رشا، قلت له لا فر يا ربي فر، لا هي ناقصه الحكايه. لا يجوز. دكتور وهدان بشكر حضرتك جدا 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 عشان الوقت خدنا بقى واحنا كده، بشكر حضرتك جدا. جزاكم الله خيرا. بشكر حضراتكم، تصبحوا على خير.